اعربت مصر عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبناني الشقيق ولذوي الضحايا في انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم بمحافظه عكار واسفر عن وفاه واصابه العديد من المدنيين واكدت مصر في بيان لوزاره الخارجيه وقوفها التام مع الاشقاء اللبنانيين وذوي الضحايا في هذا المصاب الاليم داعية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المتتالية وأولها تشكيل حكومة لبنانية بأسرع ما يمكن وفقا لما هو معمول به منذ اتفاق الطائف وذلك لإنهاء الفراغ الحالي دون مزيد من الانتظار وأضاف البيان أنه يجرى الإعداد لمساعدات طبية عاجلة ترسلها مصر إلى لبنان بأسرع ما يمكن لدعمه في واجهت هذه الكارثة طالب الرئيس اللبناني ميشيل عون السلطات القضائيه المختصه بالاسراع في كشف ملابسات واسباب انفجار محافظه عقار وتقديم المتسببين الى المحاكمه. جاء ذلك خلال تراس عون اجتماع المجلس الاعلى للدفاع حيث حذر من تسييس الماساه داعيا الى اظهار اقصى درجات التضامن في هذه الظروف الصعبه. كما طالب عون الاجهزه العسكريه والامنيه ضبط الوضع العام في منطقه عقار لتفادي اي انفلات امني حمايه لم مصالح المواطنين وسلاماتهم قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن إنما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب 79 في انفجار خزان وقود بشمال البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم وذكرت مصادر عسكرية وأمنية أن الجيش اللبناني كان قد صادر خزان وقود أخفاه أشخاص يعملون في السوق السوداء وكان يوزع الوقود على السكان عندما وقع الانفجار بعد اقل من اسبوعين على احياء الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس من عام 2020 استفاق لبنان على كارثه اخرى من عكار كان دوي الانفجار الذي اسفر عن عشرات القتلى والمصابين من جراء انفجار صهريج وقود في منطقه عكار في شمال لبنان الانفجار ادى الى زياده الضغط على المستشفيات في وقت يعاني فيه لبنان منذ اسابيع طويله نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدره المرافق العامه والمؤسسات الخاصه وحتى المستشفيات عن تقديم خدماتها. انفجار يزيد من الام لبنان الذي يشهد ازمه اقتصاديه حاده. صنفها البنك الدولي من بين الاسوأ في العالم منذ عام 1850 تسببت في فقدان الليره اكثر من 90% من قيمتها فيما بات 78% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر و36% في فقر مدقع وفقا لمكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه هي ماساه جديده اذن في وقت يسعى لبنان فيه الى الوصول الى تشكيله حكومه يعلق عليها امال الاصلاحات السياسيه والاقتصاديه أكدت مديرية الدفاع المدني اللبناني السيطرة الكاملة على حريق خزان الوقود بعقار شمال لبنان كما نفذت عناصر الدفاع المدني مسحا ميدانيا شاملا للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار لمسافة كيلومتر تقريبا وذلك للتأكد مما إذا كان هناك المزيد من الجرحى أو الضحايا من جانبها أعلنت مديرية المخابرات بالجيش اللبناني توقيف ابن صاحب قطعة الأرض والتي انفجر فيها خزان الوقود.

ويشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو بيعها في السوق السوداء وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية الصادر الأربعاء الماضي ولجأ الجيش اللبناني إلى مداهمة محطات الوقود وصادر كميات المحروقات المضبوطة لإعادة توزيعها على المواطنين. يوما بعد يوم تتفاقم الازمه اللبنانيه ويتصدر التدهور الاقتصادي المشهد في البلاد في ظل محاولات لتشكيل حكومة تنتشل البلاد من أزماتها المتلاحقة. النقص الحاد في المحروقات دفع الجيش اللبناني للانتشار في المحطات في وقت تمسك حاكم مصرف لبنان المركزي برفضه إعادة الدعم لاستيراد المحروقات رغم اشتداد الأزمة التي حملت أحد المستشفيات الكبرى على التحذير من كارثة وشيكة. في غضون ذلك دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون مجلس النواب إلى مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المستجدة واتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها. ومنذ أواخر الأسبوع الماضي أعلن مصرف لبنان بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة وفق سعر الصرف في السوق السوداء. الذي يتجاوز عشرين ألفاً، بينما السعر الرسمي مثبت على ألف وخمسمائة وسبع ليرات، مما يعني رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اشترط التراجع عن رفع الدعم على المحروقات فقط، في حال تشريع استخدام الاحتياطي الإلزامي، وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي، مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية، ويمنع القانون المساس بها، وبعدما كان الاحتياطي الإلزامي يتجاوز 30 مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ عام 2019، قدّر المصرف قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بنحو 14 مليار دولار إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية.